السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونون بخير وبأحسن حال. جولاتنا بكردستان العراق ما انتهت. جولتنا اليوم بشارع غزالي بمدينة أربيل، فتعالوا ويانا بهاي الجولة. شارع غزالي من الشوارع الجميلة والشهيرة بمدينة أربيل كردستان العراق، وهذا الشارع سوته بلدية أربيل لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة. بالنسبة لموقع شارع غزالي، هو يقع على شارع 100 قرب تقاطع عين كاوة، والشارع على طوله كله مطاعم وكافيهات مثل ما تشوفون، وبنهاية الشارع ألعاب أطفال. وهنا الشباب شوفوا مسوين بوث صغير وبسيط يبيعون الشاي والقهوة، وهذا البوث هنا يبيعون ملابس تقليدية وإكسسوارات. وهذا القطار يأخذ العوائل والأطفال بجولة بالشارع.
قبل ما نطلع من شارع غزالي جينا تعشينا بمطعم سكواد برجر. المطعم كلش حلو وبسيط، وخدمة الشباب كلش حلوة وممتازة، وصورت لكم حتى من دا يسوي لنا سندويشات البرجر. ليش باعت يعني ما بدك تطلعي؟ شرفتونا عيونك. شكرا. وصلنا لنهاية جولتنا حبايبي ونهاية الفيديو. يا رب إن شاء الله نال إعجابكم ونالت إعجابكم الجولة، ولا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مع السلامة.